اصدقائي الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم بحلقه جديده من يوم السبت على قناه خوذه تي. سلامه في رحله. اكيد ان موضوع السفر بيعتبر نوع من انواع السياحه للكثيرين مننا، وكمان بيسيب ذكرى في حياتنا، وعشان الذكرى دي تبقى حلوه لابد من معرفه بعض الخطوات والاجراءات في جميع خطوات السفر. يعني على سبيل المثال ابتداء من تجهيز الشنط، وان انا اعلم الشنطه بتاعتي ومعات الوزن والاوائل اللي انا المفروض اخدها معايا، تذاكر السفر، ولما بوصل المطار لازم اعرف ايه الحاجات اللي انا ممكن اشيلها معايا واطلع بيها على متن الطائره، سواء كانت سوائل علب، ولازم اسال الموضوع ده عشان ما يحصلليش نوع من انواع العطله، وده برضك بيعود على سلامتي وسلامه باقي الركاب. وانا في الطياره لابد ان انا اراعي واستمع لتعليمات طاقم الطياره وتعليمات كمان السلامه بتتعرض عليا، ما تجلهاش وانشغل بامور جانبيه او ثانويه. وعند الهبوط نفس الموضوع، لازم ان انا اتبع التعليمات دي واسمعها كويس، واذا كان في حاجه مش واضحه بالنسبه لي استفسر عنها واسال بخصوصها. اعزائي، تاني بقول ان السفر يعتبر نوع من انواع السياحه، عشان تكون مناسبه حلوه لباقي حياتنا افتكرها يعني بصوره طيبه، لابد من معاطي الامور دي كلها. تحياتي والى اللقاء ورحله سعيده.